بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب اسمه كتاب الأربعين، أربعين حديثا، اختصاره على الأربعين لأنه ورد في حديث في فضل من جمع للأمة أربعين حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم كما جاء في الحديث. فالإمام يحيى بن شرف النووي أراد أن يظفر بهذا الأجر العظيم، فاختار هذه الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة، حديث جوامع، فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله. انتقاها من الأحاديث الصحيحة والحسنة. ثم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 10 أحاديث فصارت 50 حديثا، وشرح عليها في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو شرح حافل للفوائد العلمية العظيمة التي لا تجدها أو قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. فهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم، مفيد عظيم. فهذا هو الأصل في جمع 40 حديثا. وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، تخصصا في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، ومنها هذا الكتاب 40، ومنها رياض الصالحين، ومنها مؤلفات، ومنها شرح صحيح الإمام مسلم، ومنها مؤلفات في الفقه الشافعي معتمدة في مذهب الإمام الشافعي. فهو إمام جليل، وقد ألقى الله القبول لمؤلفاته، وانتفع بها المسلمون، ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفوائد العظيمة والإتقان. فرحمة الله عليه من إمام جليل.